صباح الخير البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير كما كتشوفوا معايا. عندي الروينه هنايا اليوم. بغيت اول مره نبدا معكم روتين، وبغيت نبدا معكم نغسل دابا هاد الماعن، بعد غنديروا الغدا ان شاء الله. دوز معايا النهار. ايوا كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير كما كتشوفوا. غسلوا هاد الماعنات، نحيدوهم عندنا من هنا، من بعد ندوزو للعجينه والغدا. ايوا اش غنديروا حنا في الروين؟ حنا ديما في الروين. Thank you.
ما كتشوف البنات من بعد ما كملت الغسل ديال المواعين ديالي دابا غنرجعهم بلاصتهم. درت هاد زويف ديال الكوزينه درته هنا رقدته في جافيل، وصلت هاد الليمون وصلت هنايا نضفته مزيان كما كتشوفوا دابا هنا عندي نضيف. ايوا كنتمنى هاد الفيديو يكون تحفيزي لكم، وكنتمنى تابعوني للاخير وانتم معايا. شكرا لكم بزاف. كما تشوفوا البنات من بعد ما سالينا الكوزينه ديالنا بعد ما غسلت المواعين ورديت الغداء دابا غنجمعوا هاد الصاله هادي هاد الكليسه كما كتشوفوا. الاخت ديالي هي اللي كتجمع النهار ديال اليوم، وتابعوني وديروا لي اشتراك.
خير ان شاء الله. كنعجبكم الروتين ديالي اليوم اول مره كندير معكم هذا الروتين. بعد ما الاخت ديالي كتنظف هنايا وغتشطب الزربيه كنشوفهم بعد ما نضفات هنايا ونقات ورجع جا نضيف نضيف زعما نضيف السياق.